استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب السفير كيم يونغ هيون سفير دولة كوريا الجنوبية في مصر والوفد المرافق لها بمقر الأكاديمية. وشهد اللقاء الاتفاق على أطر تطوير التعاون بين الأكاديمية وعدد من المؤسسات الكورية بهدف رفع كفاءة موظفي الحكومة المصرية وتعزيز الابتكار الحكومي ودعم العلوم والتكنولوجيا في مصر. وأكد سفير الكوري أن مصر لديها رأس مال بشري مميز.